العلم الغالي علي الشهادة علينا يلا ارفعها وراسك عالي الأيام وليالي اتحقق هالحلم الغالي علي الشهادة علينا يلا ارفعها وراسك عالي. سعيد جدا ان شاركت عائله الاصل العائله الكريمه العائله المعطاءه في محافظه خان يونس هذا الاحتفال بابنائهم الخريجين في كل المستويات وهذا يدل على شيء يدل على عراقه هذه العائله واصالتها وهي تشجع العلم والعلماء من ابنائها وابناء المحافظه وانني سعيد جدا بوجودي بينهم ومشاركتهم هذا الاحتفال ودائما اتمنى لهم التوفيق والى الامام باذن الله تعالى. شعور جيد وايجابي يعني نحن نفتخر بعائله الاصطل عائله عريقه من عائلات خان يونس فيها العديد من الحاصلين على شهاده الدكتوراه وفيها العديد من الحاصلين على فيها العديد من الخريجين وفيها العديد من الاطباء وفيها العديد من المهندسين وفيها العديد من أعضاء التشريع عائلة قدمت العديد من الشهداء والأسرى والجرحى عائلة موجودة في كل الميادين في الميادين العلمية في ميادين المعرفة في كل الميادين تستمر على هذا النهج أنه دائما تحتفي ودائما إن شاء الله بنحضر كل سنة احتفالاتها بخريجينها وتهتم بمجال العلم وزيادة العلم والمعرفة عند أبنائها وتشجيعهم على أنهم يكونوا دائما في مجال العلم والمعرفة من الأوائل وتكون إن شاء الله في الطليعة على عائلات الوطن كلها إن شاء الله. هذه العائلة المعطاءة عائلة الشهداء عائلة الأسرى عائلة الأبطال عائلة العلماء شعور رائع جدا احتفال منظم جدا جميع فقراته رائعة كل الشكر والتقدير لاتحاد شباب عائلة الأسطر وجميع الحضور. رسالتي لعائلة الأسطر إنها عائلة معطاءة تهتم بالعلم نفخر كثيرا بمن درسونا مع عائلة الأسطل على رأسهم الأستاذ محي الدين الأسطل والشيخ إسماعيل الأسطل والدكتور يونس الأسطل علمائنا وأساتذتنا الأفاضل. رسالة لعائلة الأسطل مزيدا من التقدم والنجاح مزيدا من الاهتمام بالطلاب الخريجين وأهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أقول طلب العلم يبدأ مع الإنسان من بداية حياته إلى أن يلقى الله عز وجل ومن هنا هذه الدرجات الأكاديمية سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه هي تنبه الطالب عن مناهج الطلب وكيف يدرس وماذا يقرأ وكيف يصل إلى القراءة المنتجة. فالقراءة الحقيقية والطلب الحقيقي إنما يبدأ بعد أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجات فيبدأ المشوار ويبدأ الإنتاج العلمي ويبدأ الدور الذي يمكن أن يخدم في الواقع ويقف الإنسان الطالب على مساحات ما زالت لم تطرقها الأفهام ولا الأبحاث ولا الأقلام حتى يكون الإنسان نافع لدينه ودعوته ووطنه بإذن الله عز وجل. عائلة الأسطل من العائلات العريقة في فلسطين هذه العائلة التي تهتم بالعلم والعلماء منها علماء الدين وعلماء اللغة أساتذة الجامعات المهندسين الأطباء هي حقا في مثل هذه الاحتفالات تعزز أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات على طريق العلم والعلماء حتى يعني تحفز لديهم يعني التوجه نحو العلم والتفوق والتميز وهي بهذا تقدم لأبنائها إن شاء الله رب العالمين أمرا كبيرا أن هذه العائلة تهتم بأبنائها وتهتم بالعلم وتدفعهم إن شاء الله رب العالمين للإنجاز والتميز في المستقبل. كل الشكر والتقدير لهذه العائلة هذا الاحتفال للعام 17 وهي تحتفي بأبنائها إن شاء الله على هذا الطريق ستكون الأفواج القادمة أكبر وأكبر والتميز أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للعام 17 على التوالي واتحاد شباب بعائلة الأسطل يبرز إبداعا بعد إبداع لا سيما في تشجيع العلم والعلماء وفي تكريم الخريجين والمتفوقين على وجه التحديد فضلا عن حملة الدراسات العليا. ولا شك أننا في كل عام نحس
بأن تجربة العام الذي يسبقه تنعكس على العام الذي يليه. واليوم نحن أمام لوحة فنية في غاية الجمال، سواء على مستوى الفقرات وكيفية أدائها أو حتى على مستوى المكان الذي يقام فيه هذا الاحتفال. لهذا لا أجدني قادرا على التعبير عما ينتابني من السعادة والبهجة لما وصل إليه اتحاد العائلة من القدرة المبدعة على تطوير أدائه في خدمة العائلة بعامة وفي شبابها والملتحقين بمقاعد الدراسة في المستويات المختلفة على وجه الخصوص. لهذا لا أجد ما أكافئهم به غير الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحائف أعمالهم وأن يبارك في جهودهم لنرى الأعوام القادمة وقد شهدت مزيدا من الإبداع والتطوير إن شاء الله. وإنني جد متفائل أن ما وصل إليه اتحاد العائلة من الخبرة عبر هذه السنوات الطوال إنه جدير بأن ينعكس في خدمة كل العائلات الأخرى الراغبة في أن تهتم بأبنائها، خاصة المنخرطون في مقاعد الدراسة والجامعات والدراسات العليا، فضلا عن الجوانب الأخرى الاجتماعية وغير الاجتماعية. لهم مني جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم الدكتور يونس محي الدين الأسطل، عضو رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اتحاد شباب عائلة الأسطل يبرز أنه يقوم بعمل منظم ورائع يستحق منا كل تقدير واحترام. أعوام عديدة أشارك في هذا المهرجان السنوي وأنا أشعر بسعادة غامرة لأن هذه العائلة المجاهدة الفاضلة المعطاء المتعلمة تقدم أروع النماذج في خدمة المجتمع علميا ومهنيا وجهاديا وميدانيا وخدماتيا. فكل التحية لعائلة الأسطل. كل التحية والتقدير لهذه العائلة الكريمة المقدامة، عائلة العلم والعلماء، عائلة العطاء، هذه العائلة الكريمة التي تحافظ على هذا المهرجان السنوي. نقف اليوم في المهرجان 17، وإن دل فإنما يدل على أصالة هذه العائلة وحب هذه العائلة وانتماء هذه العائلة للعلم والعلماء. فكل التحية لاتحاد شباب عائلة الأسطل، إلى كبار وجهاء العائلة، إلى كل من كان له سهم في هذه اللبنة الطيبة. ونتمنى أن يستمر سباق التفوق والتميز والإبداع في عائلة الأسطل حتى نراها في مصاف أكثر تقدما بإذن الله، وهي متقدمة، لكن مزيد من التقدم، مزيد من النجاح، مزيد من العطاء لهذه العائلة الكريمة من عوائلنا الأساسية في عائلة الهدوس. نشكر الاتحاد على هذه اللفتة الرائعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. حقيقة احتفال رائع بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة، احتفال في الحضور، في الترتيبات، في العطاء، في الجوائز، في الهدايا، في الرفعة المعنوية. جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم، نسأل الله رب العالمين أن يديم عليكم هذه الجهود وأن يحفظكم في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم جميعا. أعبر عن سعادتي وشعوري الإيجابي نحو ما وجدت هذا اليوم من ترتيب ناضج ومن عمل دؤوم من قبل الاتحاد الذي أسعد قلوبنا جميعا، سواء بما تم تكريمه من ثلة من طلابنا، من طلاب العائلة الكريمة في حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وأيضا الثانوية العامة من المفوقين، وأيضا ضيوف الكرام الذين شرفونا في هذا الاحتفال، وعلى رأسهم الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ عبد الرحيم الفرة مدير التربية والتعليم بخان يونس، والدكتور خالد الشيبي محافظ محافظة خان يونس، أحمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس. الجو جو فرح وسعادة، وجو يبشر بأن هذه العائلة واللاذة
نفتخر بتكريم أبنائنا، وأيضا نقدم الشكر الجزيل على لمن قدموا ودعموا هذا الاحتفال، وعلى رأسهم الدكتور محمود الأصطل والمهندس هاني الأصطل، لهم منا كل التقدير. شكرا لكم وإلى الأمام دائما إن شاء الله. يعني اليوم في العام 17 لاتحاد عاد الأصطل يكرم المتفوقين من أبناء العائلة في رسالة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والثانوية العامة، هي رسالة متواصلة للعلم من أجل فلسطين ومن أجل الوطن. هي بالفعل اليوم كان الفوز 17 هو فوز فلسطين والهوية، هو تأكيد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، لن يتخلى عنها، لن يتنازل عنها. وعادة الأصل هي تشارك في عملية البناء للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. الرسالة إلى شباب العائلة أن يواصلوا جهدهم وقراءتهم وعملهم وسهر الليالي من أجل بناء أولاً أنفسهم العلمي، ثم ثانيا من أجل بناء الوطن. هي رسالة متكاملة، المجتمع مطالب أن يثي وعده إلى أبنائه، وكذلك أبناء مطالبون بأن يقوموا بما عليهم من الجد والاجتهاد من أجل إداء رسالة الوطن. نحمد أولا الله سبحانه وتعالى على هذا، وفقنا وفق هذه العائلة الكريمة إلى هذا الجهد، ثم شكر موصول لكل أفراد الاتحاد العائلة فردا فردا، ثم شكر موصول كذلك لمن ساهم في إخراج هذا العمل إلى هذا الحيز النور، ونوجه شكرنا إلى كل أفراد العائلة الذين شاركوا هذا العرس، ونبارك للجميع الخارجين ومزيد من التفوق والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالتي للطلبة حول أهمية العلم، العلم هو أقوى سلاح نجاهد به أنفسنا ونجاهد به أعدائنا ونبني به أجيالنا، فلنهتم بهذا العلم كل الاهتمام، لأنه هو السلاح الوحيد الذي نمضي في هذه الحياة. نشكر عائلة الأصل على جهد الكبير اللي قاموا به، هذه العائلة العريقة الكبيرة اللي قدمت قديم من قديم الزمان، قدمت هذا الجهد الكبير والجهد في التفوق العلمي الكبير لهذه العائلة، ونتمنى لها تفوق كل احترام وتقدير هذه العائلة. أنا أمي محمد الأصل، جيت اليوم عشان أشارك في احتفال اتحاد عائلة الأصل الكرام، وأحيي الناجحين والناجحات جميعهم، وأخص بالذكر ابنة عمي الغالية أم يحيى بمناسبة نجاح ابنها يحيى في الثانوية العامة، كما أخص بالذكر ابنة عمي الغالية أم العبد بمناسبة نجاح ابنتها أسيل وتفوقها في الثانوية العامة، كما لا ننسى عمي الغالي أبو بكر بنجاح ابنته الغالية شيماء وتفوقها في الثانوية العامة. والشكر موصول إلى أبناء اتحاد عائلة الأصل الكرام الذين عملوا ليلا ونهارا من أجل إتمام ونجاح هذا الاحتفال الرائع المميز بحلته الجديدة، فلهم كل الشكر والتقدير. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة وجهة نظري أن هذا حفل مميز بهذا الشكل الذي أخرجه اتحاد شباب العائلة، وكل سنة يطورون عن السنة التي تسبقها. أنا شعوري شعور جيد وممتاز بهذه المناسبة، وأتمنى لأبناء عائلتي جميعا التقدم والنجاح في كل مجال من المجالات المختلفة، لأن العلم هو ديدن عائلتنا، وكثير من أبنائها حصل على الشهادات العليا، منهم البروفيسور ومنهم الدكتور ومنهم حامل الماجستير ومنهم حامل البكالوريوس ومنهم حامل الثانوية العامة إلى آخره. ومما يسرني في هذا العام أن اثنين من أبناء هذه العائلة هم رؤساء بلديات، كما أن اثنين هم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا يرفع من قدر عائلتنا في خان يونس بين العائلات الأخرى. رسالتي إلى أبناء عائلتي وإلى شباب هذه العائلة أن يقبلوا على العلم بنهم، لأنه بالمال بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وما دامت الجامعة مفتوحة فالأمل معقود عليهم في الفترات القادمة إن شاء الله. رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا، إلى أن هناك مساحة للفرح، هناك فضاء للفرح الفلسطيني، هناك مساحة للفرح العائلي. واليوم تثبت عائلتنا من خلال هذا الاحتفال الذي يحمل اسم
فلسطين الوطن والهوية، تتأكد لنا أن هذا الشعب وعائلة الأسطل عائلة حية لها حضورها في على مستوى محافظة خان يونس وعلى مستوى الوطن. اليوم نحتفل بأبنائنا لنأخذ بأيديهم نحو الجامعة ونحو الحصول على الشهادات العليا، وهذه رسالة كل عائلة خان يونس وكل عائلات خان يونس وخصوصا عائلة الأسطل. إذ كان هناك شكر وتقدير فالشكر موصول لإخواننا في اتحاد عائلة الأسطل الذين يثبتون كل يوم حقيقة أنهم على قدر المسؤولية على مستوى العمل العائلي وعلى مستوى العمل الاجتماعي في العائلة. احتفال اليوم يؤكد على أن عائلة الأسطل عائلة حية فيها طاقات حية من الشباب ولها قدرات من أبنائها الذين يعني نكن لهم كل الاحترام، حيث تفوقوا في جامعاتهم، وهذا يعني مفخرة لنا في العائلة ومفخرة لفلسطين ككل. نتوجه بالشكر والتقدير إلى الناجحين والمتفوقين من أبناء عائلتنا، والشكر والتقدير لكل أبناء عائلات الأسطل، وأقولها بكل فخر واعتزاز أن عائلة الأسطل عائلة تمثلني وأعتز بالانتماء إليها، وشكرا للجميع. الاحتفال كان احتفال رائع، احتفال مميز، أكثر ما يميزه قصص النجاح اللي كانت موجودة. شفنا قصتين من النجاح، طبعا أعطونا شعور رائع جدا للتميز. إحدى الطالبات المتفوقات على جامعة القدس المفتوحة كانت من ضمن القصص الناجحة، تركت اللي هو التعليم بعد توجيهي، ثم استكملت بعد ذلك بعد 20 سنة، وبعد ما كان عندها حوالي 6 أطفال. طبعا هذه قصة مهمة جدا لكل طلابنا، ورسالتنا لكل الذين فاتهم قطار التعليم أن يعاودوا إلى التعليم مرة أخرى. أبواب الجامعات مفتوحة والجامعات كثيرة، ونأمل من الله من كل طلابنا أن يكون مستوى التنافس في التعليم والتطوير وبناء الذات وتطوير الذات. الرسالة إلى كل الشباب، إلى كل شباب العائلة وكل شباب فلسطين، التعليم ثم التعليم ثم التعليم وبناء الذات وتطوير الذات. أشعر بالفخر بالنجاح الاحتفال السنوي 17 الذي اخترنا له عنوان هذا العام فلسطين الهوية والوطن. أشكر جميع شباب الاتحاد على جهودهم المباركة. طبعا أشعر بالفخر والاعتزاز على نجاح هذا الاحتفال الرائع والمميز الذي تميز أيضا بهذا العام بفقراته الرائعة والمميزة التي أضفت يعني جوا من اللي هو الشكر والتقدير لداعمي الاحتفال السنوي بشكل دائم. رسالتي لشباب الاتحاد ولشباب العائلة جميعا يعني أشكرهم وأقول لهم واصلوا هذا التميز والإبداع والتطور، ويعني ورسالتي لهم أيضا بالمواصلة والعمل الدوم لرفعة العائلة ولرسم صورة مشرقة بين العائلة الأصل بين عائلات المحافظة وعائلات الوطن عامة. شعور رائع لهذا الحفل الرائع، هذا الحفل المتميز الذي يتميز به العائلة، وأنا أفتخر كوني فرد من هذه العائلة، عائلة الأسطل، هؤلاء الشباب اتحاد العائلة القائمين على هذا الاحتفال. يعني هم نموذج للعائلات الأخرى في إعداد الاحتفالات الجيدة. يعني أحمد الله أنه أبناء العائلة كل عام موجود عندنا من الخريجين الدكتوراه، حامل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتنوعة، وهذا قليل موجود على اللي يمكن في العائلات الأخرى. احتفال رائع جدا، والذي يعني حل الاحتفال هو الشباب وخاصة شباب اتحاد عائلة الأسطل الذين تواجدوا في المكان واشتغلوا ليلا ونهارا حتى يعني ظهر بهذه الصورة الجلية الواضحة أمام العيان، وكذلك أيضا الناس الذين حضروا من شتى الأصناف والألوان والضيوف الكرام، سواء كان من المحافظ أو من وزارة التربية والتعليم أو من العائلات. فكل الشكر للذين شاركوا معنا في هذا الاحتفال الكبير.
أثلج القائمون على الاحتفال صدري. كل الشكر والتقدير لهم على جهودهم الجبارة التي بذلوها في إنجاح هذا الاحتفال، سواء كانت في التمهيد للاحتفال أو حتى في الإجراءات التنفيذية للاحتفال. كل الشكر والتقدير موصول لإخواني أعضاء اتحاد شباب عائلة الأسطل على جهودهم الجبارة في إنجاح هذا الاحتفال. بنحب نبارك لعائلة الأسطل والاتحاد العائلة بهذا الاحتفال المميز والرائع، والاستضفناه في هذا الملعب الرائع ملعب الفدائي. طبعا احتفال مميز كبير يليق بعائلة الأسطل، يليق بكبار عائلة الأسطل، يليق بمتفوقين عائلة الأسطل. رسالة الاستمرار في هذا العمل، مزيد من التقدم والنجاح لهم. هذا العمل كبير وجهد كبير، طبعا راح يكون لهم مزيد من الأعمال الكبيرة التي نتمناها في خان يونس. هم سر نجاح هذه المدينة، لأن عائلة الأسطل كبيرة بعطائها.